صباح الخير مشاهدينا وين ما كنتوا عم تحضرونا بلبنان وبكل انحاء العالم. حان موعدكم مع ايت سمارت واليوم زميلتي رندا فهد معي، واليوم حضرت لنا قصص كثير طيبه. شو محضرتي لنا؟ في سوفلي؟ اليوم الشغل بالبطاطا وبطريقه كثير طيبه، سو رح نحكي على التارتوفلات ورح نحكي على السوفلي بالتويست اللايت والتويست اللي فيها خضره على طول بطريقه صحيه على الاكيد. يلا رح بلش ستيفاني مثل العاده، ذكر المشاهدين تابعوني على الانستغرام رندا دنيا فهد او على الفيسبوك بيج ارضي اف، تحطوا لايك بتصيروا عم بتتابعوني، وطبعا ما تنسوا تحطوا اسئلتكم تنين رح ننقي دائما سؤال عم نجاوبه على الهواء. خبريتي؟ اكيد عندنا الخبريه اليوم، خبريه لها علاقه بالفوسفورس، اما معدن الفوسفور. هلا نحن هيدا المعدن اجمالا باكلاتنا بنكون عم ناخده، ودائما وقت نكون عم ناخده باكلنا العادي هول الاشياء ما كثير بنحكي عنهم لانه ما راح يكون في نقص فيهم بالجسم. ولكن هون في دراسه جديده عن الفوسفور كانت عم تعمل اول شيء احصاء بامريكا، وتبين انه هو الماكسيموم اللي لازم ناخذ الكميه هو 4000 ملي جرام بالنهار. تقريبا الاحصاء بين انه الاشخاص بياخذوا تقريبا 1400 ملي جرام. هلا هيدا الفوسفور شغلتين رح احكي عنه، انه اول شيء وين نحن بنلاقيه؟ طبيعيا بنلاقيه كل شيء مصادر بروتين، يعني باللحمه، الدجاج، السمك في فوسفور، نفس الشيء هو موجود بالبقوليات، العدس، الفول، الفاصوليا، بالمكسرات وبالحبه الكامله، فاذا بتشوفي موجود وين ما كان شو ما ناكل فيه تقريبا الخضره والفواكه أقل، واذا كان القمح مقشور يعني لانه الاشياء هي اللي بتحتوي الفوسفور. هلا الفوسفور نحن بنعرف انه هو كثير مهم لعده اشياء بالجسم، منيح حتى الاكسجين يكون الجسم عم ياخذه يستعمله بالجسم الجسم ويعطي طاقة، هو منيح شوي للعضل ولكن أهميته أكثر هي للعظام وللسنان. هلا بهيدي الدراسة بين إنه الأشخاص اللي كانوا عم يزيدوا كمية الفوسفور اللي هن عم ياخذوا، هن كانوا عم ياخذوا أقل، وقت بلشوا يزيدوا كل 100 ملي جرام بالنهار زادوا، ساعد هالشيء على تقوية العظام والسنان لأنه بتعرفي فيها العلاقة بنسبة 24%، لكن أنتوا وقت تاكلوا أكل بيحتوي الفوسفور مزبوط بتكونوا هالقد عم تقوى عظامكم. ومشان هيك ستيفاني اللي بياكل منه فيجن فاين مثل ما عم نقول موجود بعده انواع من الماكولات، ولكن اذا كمان واحد كان فيجن بده ينتبه قديش بده يفوت بقوليات، بده ينتبه انه هو وقت ياكل الخبزه بدها تكون حبه كامله الى اخره. هلا ولكن دائما في ولكن، بركي واحد اخذ زياده عن اللزوم، وين في واحد ياخذ زياده عن اللزوم؟ في اوفر دوز اكيد، لانه بالمنتجات اللي هي مصنعه بنزيد بكثير اوقات الفوسفيتس، هي من المواد الحافظه. لو بتعرفوا الفوسفيتس وين موجودين بكثره؟ بالصودا اللي بنشربها، يعني بالمشروبات الغازيه بيبقى في فوسفيت، بيبقى في بانواع من انواع الاجبان بنزيد الفوسفيتس، بالبيتزايات الخالصه ليه؟ وكمان بالكيك وكوكيز معينين لانه هو من المواد الحافظه. اوكي. فاذا نستعمل كماده حافظه، فهون نحن طب شو بيصير وقت ناخذ فوسفيت زياده؟ الزياده بتنقص ال HDL اللي هو الكوليسترول الجيد، ومعقول تاثر سلبا بكثره على الكلى، خصوصا اذا واحد عنده معرض لمشاكل الكلاوي. مشان هيك هون نحن ناكل الفوسفورس بطريقه طبيعيه بجنن، ولكن بدنا ننتبه له بالطريقه التصنيع، وهالدراسه انعملت اصلا حتى يشوفوا هل هن لازم يشيلوا الفوسفيت بالتصنيع الاكل وهل هن فيهم يستعملوا شيء ثاني، فبنرجع لموضوع اللي هو البالانس بكل شيء. أكيد. هيدا هو سر نجاح الصحه وعلاقه الصحه والاكل. تنرجع لاكلاتنا، يلا هات لنحضر اكل طيب ومهضوم ومن حوادر ولايت وبالبطاطا 100%، لانه بخافوا من البطاطا. انا البطاطا بحس انه من النشويات اللي ما لازم تخوفكم ابدا، يعني المقليه اكيد وقت عم نحكي نحن بالطرق اللي هي بدنا نعملها او نسلقها او بدنا نكون عم نشويها او هات لنحضر هالمأكولات. يلا بالتارتوفلات انا عندي كيلو بطاطا هون لاربع اشخاص استعملته. أوكي.
اوكي. وهيدي البطاطا انا كنت اللي عملتها انه سلقتها نص سلقه، بعدين قصيناها دوائر مدوره. اوكي. هلا شو هي الفكره؟ الفكره انه نحط معها صوص البشاميل، نحط معها شويه الجبنه، نحط معها التركي، ونحط معها الخضره. اللي بدي اقوله ستيفاني، اذا واحد عم يعمل ريسيرش شو هي التارتوفلات، هي بينحط فيها البيكن، انا هون حولت وحطيت التركي، وبينحط فيها الاجبان كثير الصفراء. انا عملت شويه بشاميل بالحليب اللايت عملته حتى خفف من الجبنه كمان. فكمان هون عندي ملعقه كبيره من البصل، ملعقه كبيره من الكرات، ملعقه كبيره من الكرافس، وكمان مثل ما بنشوف بروكولي. البروكولي، وحاطه بيبر الاحمر، حاطه ثلث كوب. هولي كلهم كنت عم هوسهم، هوسهم كلهم سوا، مش مستعمله زيت ابدا، مع البهارات تبعولهم. وكمان البشاميل مستعمله كبايه وحده من الحليب، وحط فيها ملعقه كورن فلاور، وحطت لها البهار، وحط هون مع الملح والاوريجانو. ما حطيت زبده طحين أبداً. ابدا. اوكي، رجعي عيد البشاميل لانه بتهم الكل هيدي. هي بدل الطحين حطيت كورن فلاور. كورن فلاور. سو كورن فلاور، وما بحط الزبده شوي. انا الكورن فلاور ببلش فيه قبل، بكون عم هوسه شوي مثل ما بيقولوا، بشوفه صار اشقر شوي، دغري بحط الليكويد ميلك، عم بحط هون الكبايه مع البهارات اللي حكيت عنهم، وبكون ناتميج وكل شيء 100%. جوز الطيب، وحتى اليوم زايده الاوريجانو لشوي تكون عم تسمك. وحطيت، بلشت اعمل لها طبقاتها، فاذا حطيت البطاطا وحطيت البشاميل، حطيت الخضره، رشرشت شوي، حتى 300 جرام من التركي، رشرشت التركي، وحتى كمان نص كوب من الجبنه، الجبنه الصفراء المنوعه، هيك رشيت شوي عليها جبنه، كمان طبقه البطاطا، وكملت نفس الشيء، وبالاخر حطيت شويه البشاميل فوقها، والاخر رشه من الجبنه. هيدي لانه تنتبهي كله اوريدي مستوي عندنا، بنحطها بالفرن، الفرن المضبوط كان مسخن 3 دقائق، بتكون تارتوفلات خالصة عنا، اللي هي القطعة. نحن تذكرنا انه هيدا الكيلو عمل عندي 4 قطع، نحن بدنا ناخذ قطعة من هال4 قطع، اللي هي رح يكون فيها تقريبا 290 وحدة حرارية. مش كتار ابدا. هلا عرفتي أبداً. يعني بدنا ننتبه انه عن جد ما بدنا نخاف من البطاطا. بنفس الوقت كان عندي كمية كتير عالية، تقريبا 23 جرام من البروتينات، فاذا واكيد كان فيها الالياف لانه انا حاطه الخضره فيها. اوكي، فهون هيدي وقعه كامله فيها تكون مع بس السلد لحدها. القطعه هالقد او شوي الاناليسز اللي انا عم بحكيه هي هالقد. بس ما تنسي ستيفاني انه بدنا ناكل سلطه حدا، ايه بس نشبع 100%. بس اجمالا اجمالا الشخص بياكل غداه هو بين 500 و600 وحده حراريه، مزبوط. ساعتها رح تكون دبل، يعني انا ما بدي حدا يتفاجئ من هالقطعه. هيدي قطعه حطيتها لشخص عم يعمل رجيم، وانا بالحقيقه جايبتهم بتعرفي ستيفاني وقت احطهم هون على الهواء، معي قطعه كبيره، بس قلت بدي فرجي المشاهدين شو هي اصغر قطعه في واحد يكون عم ياخذها، وعم ياخذ وحده حراريه كثير قليله. اوكي، واذا اكلنا حدا سلطه، السلطه فينا نقول 200 كالوري، ايه مع الزيت، مع الزيت يعني بنطلع غدا تقريبا 500 كالوري. هيدا أوكي. غدا شخص اذا كان كل شيء منظم بنهاره، عن جد شخص عم يعمل رجيم وخيار، وفي مثل ما قلنا يعمل واحد هيك وبقول لي جعت بعد 3 ساعات ولقمشت بلا طعمه، انا بقول له لهيدا الشخص بالعكس، تاخذ قطعه اكبر، وإذا شبعتك ما تلقمش وراحت معك على العشاء. فدايما دايما حتى أنا هلا عم بحكي على الريسيبيز بعطي النصيحة، سمعوا على جسمكم، بدنا نكون عم نشبع، كل ما نحن شبعنا بالأكل ستيفاني بنلاقي. بس رندا دايما الواحد بيجرب ياكل قليل، ما بيفكر ياكل دبل تما يجوع، يعني بيقول باكل بركي ما جعت، يعني ما بتاخذي ريسك، عرفتي؟ ما ايه، بتعرفي شو بدك تتعلمي انه وحسب كل يوم جسمك بيطلب شيء، يعني بتكوني تعبانه اكثر، عايزه كالوريز. ذكي هو شو المفتاح هون، تاكلي على مهل، سو اذا اكلتي على مهل
عم تخلي دماغي يقول لك امتى انت شبعتي. فاذا نحن عم نحكي عن الاكل والشبع ناكل عم لاكل عمهل وبرواق، يعني انا بدي اوصل ما اكون جوعانه. انا معك 100%، بس اوقات بناكل بنشبع بنرجع من جوع. بعد شو بنعمل؟ بيكون جسمك جوعان اليوم. ايه شو بنعمل؟ برجع باكل. اوكي. فانا يعني هذا اللي بدي حتى لو أقوله. واحد عم يعمل ريجيم ما بي كل ما انت اكلتي اكل كل ما انت جسمك رح يتجاوب رح يضعف، يعني احسن من ما ياكل شوكولا او شوكولا شي ما رح يشبع بالشوكولا ابدا، ورح السكر يفتح القبليه وتصيري تاكلي كثير. هلا من ناحيه ثانيه فتنا بهالموضوع، اذا جسمك جاي عباله الشوكولا، يعني انا اليوم جاي عبالي الشوكولا او ما تقولي اذا جسمك جاي دائما جاي عبالي الشوكولا. فاللي بيصير انه بتصيري تقولي هي هتلا اكل ترتين واكل لقمه مربى واكل واكل ايه. بترجع تاكلي شوكولا من بعده. ايه لا هيدي لا ما بعملها. اذا حسب يعني واحد بده ينقي شو بده ياكل. اكزاكتلي يعني اليوم كمان شو 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 طالع عباله كمان اليوم سماعه على جسمي. عم تقول لي كرنا اخي لقمه زيتون خذيه اطيب منها، اطيب شيء الزيتون، فكمان منا غلط ابدا. فاذا هون دائما سمعوا على جسمكم، حبوا جسمكم، سمعوا عليه وما تجوعوا حالكم. انا هيدا كثير اساسي بالرجيم. مزبوط. لنرجع لتاني وصفة السوفلي. اللي كلنا بنعمل هالسوفلي مع اللحمة مفرومة. مزبوطة. أنا شو بدي أعمل هون بهالسوفلي؟ بدي أعملها لايت. أكيد نحنا سلقنا البطاطا وبعد ما سلقناها بدنا نحط عليها الملح البهار ونحط معها نكون عم نطحنها ونحط معها الحليب. فأنا سلقتها وحطيت معها 3/4 كوب من حليب اللايت. اوكي اوكي خلطناهم سوا. هلا بدنا نمد هالبطاطا وبدنا نعملها سوفلي. فانا هون جايبه كمان لكيلو البطاطا جايبه نص كيلو لحمه أكيد. وحتى معه نص بصله صغيره بدنا نكتر بروتين تنشبع كمان 100%. حتى نص بصله وهوستهم سوا مع البهارات ابدا بلا زيت. سائب اليوم عامله ريسيبيز بلا زيت. اوكي انا اوقات كثير بعمل بزيت ومش غلط، واوقات بعمل بلا زيت فينا نحط شوي اذا بدنا يعني. لا لكم انه اوقات بلا زيت وبيمشي الحال وبزيت ومش غلط ابدا، ومش يعني ما ناكل زيت، بالعكس الزيت الني دائما بدنا ناكله بس مش مقلي ليساعد على امتصاص الفيتامينز خصوصا اي دي اي وكي. اوكي فهوسنا هيدول البصلات مع اللحمه. هلا قبل ما نعمل لايرنج حبيت انا احط بقلبها خضره، وخصوصا الاولاد اللي هن وقت يشوفوا الخضره لحالها ما بياكلوا دائما وقتها نحطها بقلب الاكل، واجوا جوعانين من المدرسه يتقبلوا اكثر ويتقبلوها. انا كمان بذكر خبريه عن حالي، كيف بشوي بالبيت دائما. سو انا شاويه هون الكوسه، هي هي شاويه الباذنجان، حاطه معهم المشروم اما الفطر وكمان الفليفله. هون عملتها صفرة ما كثير طلعت بالالوان بقلب السفلي، فتقصقصوا ناعم لكن مشويين هن مع هيك بهاراتهم اللذيذه. قصقصوا ناعم بعد ما هن انشووا. كمان انا وعم بعمل لايرين، فاذا حطيتهم كهن لاير لكن بطاطا لحمه كبكبنا عليهم الخضره رجعنا بعدين اذا بدك عبينا كل اللحمه، رجعنا حطينا لاير البطاطا كمان فوقهم. هون ماني حاطه جبنه بالسفلي. ما في جبنه؟ لا ماني حاطه جبنه. اوكي اوكي. في ناس بيحطوا مع البطاطا 100%. شوي 100%. فانا هون مخففه فيها شوي. اوكي هونيك مخففه فيها، حطيت البشاميل لخفف الجبنه، هون ما حطها جبنه ابدا. فينا. اوكي هلا فينا نغش فينا نعملها بالطريقه اللي نحن بنحبها. بس هلا قد شقفه صغيره بالنسبه لإلي شقفه صغيره مزبوط. هلا كمان بدي اقول شغله، ما تنسي انه بدنا نحط فوقها البريد كرامز. فنحن في ناس أوكي. بحطوا كعك، تذكروا الكعك في شويه سمنه في سكر، فهون في ناس بيجيبوا الشوفان وبيحطوه شوي، الشوفان بيطلع قاسي. انا اخذ خبزه قمحه كامله محمصتها وطحنينا على الاخير وحطينا. سو كمان بتعطي هيك هالنكهه. هلا ليش عملت هيدي الشقفه ستيفاني؟ هيدي الشقفه صغرتها هالقد ليطلع كالورياتها من الترتفلات.
كمان انا الشقفه اللي عندي هي شقفه كبيره بس أوكي. بس انا رجعت صغرت اكثر لقلكم اذا بدنا نروح على تقريبا 300 وحده حراريه هي هالقد بدها تكون. برجع بذكر انه نحن تقريب غدينا لازم يكون بين 500 و600، فاذا انا بدي احط 600 بحط دبل هيدي الشقفه وبكون حاطه 600 وحده حراريه اللي هي شرعيه نكون عم ناكلها بنهاراتنا وما بتكون عم تنصح ابدا. تذكروا الاكل بحد ذاته اذا اكلته وانا جوعان بدنا ناكل سلاد حدا لا 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 نشبع على طول. وما تنسي هون هي اذا كبرتيها ما بتعود كثير بدك سلاد لتشبعي. والسلد نحن لانه اهميتها بالخضره بس ذكر انه انا حاطه الخضره بقلبها سو حيلا تويست نحن عملناه هيدا مزبوط انه نكون عم نعمله. المهم نكون عم نشبع ونتسمع على عقلنا مش نشبع اوفر. حتى بالشبع بدنا نترك هيك شيء 10% شوي فاضي نطلع جوعانين نقطة صغيرة نطلع فريش مش نطلع متقلين. هو مش جوع بس ما بدي انا اكون خالصة الاكل وحاسس نفقع نومي بعدين اكزاكتلي ما قادرة احرق نحس حالنا تعبانين يعني دائما بدنا نفكر انه انا هلا خلص الغداء وعندي شيء اعمله فبدي اكون نشط مش انه الشيء اللي بدنا نعمله هو النوم 100% 100% يعني حلوين هالافكار وحلوه فكرتك انه حطيت بالسوفلي خضره كمان وما حطيت جبنه وكله لايت مزبوط. وفرجيتينا قد ايه الكميات اوقات الواحد بياكل كميه كبيره يعني بيكون طلع ب 800 900 كالوري بلا ما يحس انه بيكون بالنهار لازم ياكل 1200. هلا كمان نرجع بنقول يلي عم بيعمل ريجيم وبده ياكل 1200 بنرجع بنقول الكميه هي حاجه الانسان فنحن بس بنفرجي نتسمع على جسمنا اهم شيء مزبوط يسمع بشوفك التنين الله راد رح نكون سوا الله راد هاف بليست داي ثانك يو مشاهدينا وقفي وانا برجع بشوفكم بعد شوي مع مارك بيروتي بنيتشر.